فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من غير هذه البلاد، يقول: انتشر عندنا الإنكار العلني على الحاكم، وهو ما يسمى بالنزول السلمي إلى الشارع، فتحققت بذلك عدة مصالح، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ كون يتحقق فيها مصالح أيضا يتحقق فيها مضار، والمضار أرجح من المصالح، المضار أرجح من المصالح، سفك الدماء، ضياع الأمن، التفرق والاختلاف، مضار أكثر. نعم.